الكثيرون اليوم تراودهم فكرة الاستثمار في الأسواق المالية أو حتى العملات المشفرة، ولكن تنقصهم الخبرة أو الثقة في هذه الأسواق، ويتساءلون عن أفضل الوسائل والممارسات في الاستثمار. ينضم إلينا اليوم الرئيس التنفيذي لشركة VI Markets طلال العجمي. أستاذ طلال، ماذا تغير اليوم في عالم التداول في ظل التزام الناس بمنازلهم لمدة سنة أو سنة ونصف تقريبا؟ وهل الجلوس لساعات أطول خلف الشاشات جعل الناس تقبل أكثر على الاستثمار في الأسهم؟ طبعا قاعدة الناس في بيوتها لمدة تزيد عن السنة سنة ونصف الحين خلت الناس تبحث عن الفرص. يعني اللي عنده في بزنس وقاعد في البيت قاعد يدور على توسع على البزنس، اللي خسران أو خسر وظيفته في مكان ثاني يحاول انه يعوضها او يتجه للبزنس اللي معتمد على الاونلاين، والاسهم والتداول عبر الانترنت صارت يعني موضه الحين وترند. هل اثبت موقع ردت او اظهر قوته للمتضاربين في عمليات التداول على المكشوف؟ وماذا تنصح المتداولين الذين يتابعونك وغيرها من المجموعات بما فيهم وول ستريت بيتس؟ طبعا يعني نظريه القطيع هذه اللي صارت بشكلها الحالي، اللي صار في مؤثرين في التواصل الاجتماعي وفي ريدت مثل إيلون ماسك ومثل الناس اللي مهتمة في عالم الأسهم وعالم الاستثمار، صار في توجه وصار في طريقة لتوجيه الناس للتعامل في أسهم معينة في محاولة لضرب المؤسسات التقليدية وشكلها. لكن أنا أعتقد بأن هذا شوي يعتبر نوعا ما شيء مخيف، وأحذر دائما الناس أنها تتعامل بهالطريقة، لأن السوق ما راح يعرف يتعامل مع هالنوع من المضاربين. لأن مهما تكلمنا في يعني وسائل التواصل الاجتماعي واشتغلنا على المضاربين وتوجيههم باتجاه معين، بالغالب تكون النتائج عكسية بالغالب. وماذا تقول للمفتونين حاليا بأسهم الميم؟ يعني أنا دائما بأسهم الميم أقول لازم الواحد يكون حذر جدا، متثقف، لازم يكون واحد قاري، لازم الواحد يكون باحث في الشركات وفي الأسهم قبل ما يدخل فيها. ودائما القرار يعني يحتاج أيضا لإدارة جيدة لرأس المال. يعني إحنا مثلا المتعاملين عندنا أو المتداولين عندنا في VI Markets نحرص أن إحنا نوفر لهم الأخبار أول بأول، والأخبار مع تحليلها عشان أنت تقدر تأخذ القرار اللي ممكن تدخل وتستثمر وتستفيد منه بناء على أخبار وثوقة. يعني نقدر ممكن نتكلم عن أخبار الفاكسين لما طلع، إحنا كنا من أوائل الشركات اللي طلعت نتائج وتحاليل شركات الأدوية، وقلنا بأنها واصلة لمراحل نهائية عشان تنتج لقاحات مضادة للفيروس، وبناء عليه الناس استثمرت في الاتجاه الصحيح. أنا أعتقد بأن عملية الأسهم مسألة بسيطة، أنت عندك ثلاث خيارات في إيدك عشان تدخل وتستثمر وتشتغل في الأسواق: باي، شراء، هولد، وسل. لما تقرر تدخل في سهم معين على أساس تشتري أو تستثمر فيه، لازم تكون باحث في الشركة وعارف ليش بتستثمر فيها. عشان كذي أنت ما راح تهمك الفترة أو المدة اللي أنت راح تستثمر فيها، كل اللي يهمك قناعتك في الشركة بأنها راح تحصل منها على عوائد وعلى أرباح. مثلاً إذا بنتكلم عن الوقت الحالي، أنت تتوقع بأن قطاع السياحة وقطاع الرعاية الصحية راح يحقق أرباح خلال فترة قياسية، فأنت استثمارك بيكون بناء على هالأساس. غير لما تقول والله أنا أبي أستثمر مثلاً في قطاع التكنولوجيا أو بختار شركات مثل أبل مثلاً، أستثمر على مدى طويل وأحصل على توزيعات وأتوقع بأن الشركة راح تظل في توزيع الأرباح وتحقيق النتائج الممتازة والجيدة على فترات طويلة، فهو يختلف بناء على اختيار المستثمر بالدرجة الأولى. طبعاً في وقتنا الحالي وفي ظل الأدوات الجديدة مثل العملات المشفرة، ما هي نصيحتك في تنويع المحفظة؟ وكم نسبة السيولة فيها أو الكاش يجب أن يكون؟ ومن الأهم، كيف نتحوط من التذبذبات القوية للعملات المشفرة؟ أنا أعتقد العملات المشفرة هي تصلح للمضاربة، وما أعتقد أنها تصلح للاستثمار، لكن يجب الانتباه بالدرجة الأولى على نسب المبالغ اللي أنت بتدخل فيها مقارنة برأس المال. فأنا أعتقد بأن دائما حاول تقلل نسبة الكاش أو نسبة المبالغ اللي أنت تدخل فيها من حسابك في العملات المشفرة، لأنها فيها تذبذبات جدا عالية. هل تملك شخصيا عملات مشفرة؟ لا ولماذا؟ ضدها بصراحة. ضدها لأن يعني أنا أشوف أنه من غير المنطقي أن عملة
تنزل 60-70% في يوم واحد في جلسة تداول واحدة. ما أعتقد بأن هذا هي طبعا تأخذ صفة العملات بأنها يتم التعامل فيها ويتم البيع والشراء من خلالها، لكن ما أعتقد بأنها يعني ممكن تكون عملات المستقبل مثل ما يسوق لها بصراحة. نعم، في ظل المخاوف السائدة حاليا من التضخم يهرب الكثير نحو الأسهم وغيرها من الأدوات، هل تسبب هذه الموجة تضخما في البورصات؟ وما هي نصيحتك للمستثمرين المبتدئين؟ أعتقد بأن راح يكون في قرار قريب جدا أن البنوك المركزية راح تتدخل لرفع الفائدة للحد من هذا التضخم، فأعتقد بأن احنا في وقت نتوقع في توقف هذا التضخم وهذه الارتفاعات في البورصات، وممكن نشاهد بعض التصحيح أو الهبوط. شكرا جزيلا لحضورك، وأعزائنا المشاهدين كان معنا طلال العجمي الرئيس التنفيذي لشركة VI Markets.